يمكن عندنا لقاء مع السيد رئيس الحكومة ومع السيدة والسادة الوزراء على قبل جوج. اولا كان عندنا نقدموا له المكتب ديالنا الجديد ديال الكونفدراليه لان عاد الانتخاب ديالو جديد. ومن بعد كان عندنا اللقاء النقطه الثانيه هي ما يحدث في الاسواق حاليا على الاثمنه. حنا نشوفوا النظره ديالنا كفلاحه وكمهنيين لان كاين فلاحه وكاين مصنعين حتى هما ديال القطاع الفلاحي. والنقطة الثالثة هي الوضعية الفلاح حاليا في الوضعية ديالو المادية والمالية ولا فلاح ولا المصنع ولا العالم القروي ككل. لان كاين اكراهات كاين مشاكل عند الفلاح. الناس كيشوفوا غير الاثمنه ولا الغلاء ولكن ما كيعرفوش بانه دزنا واحد الفتره صعيبه بزاف. ان الفتره من بعد الكوفيد الاثمنه ارتفعت من بعد الحرب ديال اوكرانيا ولا ما قبل في الترونسبور ومن بعد خرجنا من الكوفيد الاثمنه ارتفعت بزاف. والفلاح لقى راسو في واحد المستوى اللي ما بقاش يخرجوا هذا الشيء ونقص عنده المردوديه ديالو نقصت والمدخول ديالو نقص والربح ديالو نقص بزاف. دونك هذا هو النقطة اللي كان عندنا خصنا نذكروا مع السيد رئيس الحكومة ولا السيد الوزراء باش شفنا هذه النقطة. دونك السيد رئيس الحكومة راه خدا الأمور بجدية، خدا الأمور بأنها غيتكلف بها هو شخصيا لأن هذا الشيء ما كيتعلقش بوزارة الفلاحة ولا ببعض الوزارات، هذا الشيء كيتعلق بحكومة ككل لأن فيها مشكل ديال الماء. كلش كيعرفوا راه حنا في مشاكل ديال الماء كبيره بزاف، نقص الماء بزاف في المغرب، التغيرات المناخيه، كاين مشكل ديال التموين مع الابناء، كاين مشكل ديال التسويق اللي كيعرفوا كلشي. عندنا الوسطاء اللي مسيطرين على السوق، هذا راه الفلاح ما كيوصلوش هذا الشيء. راه كتعرفوا بان الفلاح راه كيبيع البصله ديالو ولا البطاطا ديالو بقل من 2 درهم في الضيعه ديالو، كيفاش كتوصل؟ كاين المشكل ديال التموين ديال من ناحيه ديال لا من الفلوس ولا التسويق. كل هادو هما المشاكل اللي ترقد لها. والسيد رئيس الحكومه راه شاف المشكل مزيان وتفهم كل شيء ونتمنى ان شاء الله يكون خير.